اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث المارث المانح السالم صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب صلى الله عليه يسبحه الآفل والمائل والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب ينضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضريب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب ذلك بهذه القوالب خلق مخ وعظم وعدودا وعدودا وعروقا ولهما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراقب مما ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا اله الا الله كريم بسط لخلقه بسلط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم ودائب وخائف لنفسه يعاذب وابق من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياب صلى الله عليه ويغمضون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعن احد من القوم وهو غائب لا اله الا الله فسبحانه وتعالى من مالك اوجاد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلما من نور قبل ان يخلق ادم من الطين اللازب ورضى فخره على الاشياء وقال هذا سيد الانبياء واجل الاسمياء واكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله خف النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصاه رب العباد.
رب العباد في جنات ورضوان، فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه في غزاني. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، عليك صلاة عليك سلام، عليك صلاة عليك سلام، عليك صلاة عليك سلام. وبارك عليه وعلى آله.